بعد سيطرة تنظيم داعش على نينوى وسهلها عام 2014، اختطف التنظيم مئات النساء العراقيات من الديانة الإيزيدية ومارس عليهن أبشع أشكال العنف والجريمة، حيث تعرضت النساء الإيزيديات إلى الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والتزويج القسري والبيع في سوق الإماء. نادية مراد واحدة من ضحايا السبي وجرائم داعش، اختطفها مسلحو تنظيم داعش بعد أن قتلوا 6 من أشقائها، وتعرضت للاغتصاب من قبل مسلحي التنظيم. ولدت نادية مراد في قرية كوجو التابعة لقضاء سنجار أو شنغال في العراق عام 1993، وهي فتاة كردية إيزيدية تروي كيف عاشت تحت وطأة السبي والاغتصاب الجماعي. تمنينا أنه مصيرنا يكون مصير مثل مصير الرجال وننقتل، ولا يجي السوري والعراقي الخاتوني والمتهوتي والكيجلي اللي بسنجار والسعودي والتونسي والأوروبي يجي يغتصبنا ويبيعنا. وتروي أن المرأة تحت حكم التنظيم تتحول إلى غنيمة حرب، وإن حاولت الفرار فإنها تحبس في غرفة منفردة ثم يغتصبها الرجال الموجودون في المبنى. بعد أشهر من الاستبعاد الجنسي وبيعها مرارا في سوق السبايا، تمكنت نادية مراد من الهرب بمساعدة عائلة مسلمة من الموصل كانت تقيم عندها، وحصلت نادية على هوية سمحت لها بالانتقال إلى كردستان العراق. بعد هروبها عاشت مراد في مخيم للاجئين في كردستان، حيث اتصلت منظمة تساعد الإيزيديين وأتاحت لها الالتحاق بشقيقتها في ألمانيا. ومن هناك قررت نادية الدفاع عن الإيزيديين، وكافحت من أجل تصنيف الاضطهاد الذي تعرض له الإيزيديون على إنه إبادة. عام 2016 عينتها الأمم المتحدة سفيرة للنوايا الحسنة. قالت المنظمة الأممية أن تعيينها هو الأول من نوعه لواحدة من الناجيات من تلك الفظائع التي شهدها العراق. كما قالت الأمم المتحدة أن مراد ركزت في هذا المنصب على دعم المبادرات الجديدة والدفاع عنها والتوعية بمخاطر تهريب البشر والنساء والفتيات واللاجئين. تزوجت نادية مراد في آب عام 2018 من عابد شمدين، وهو كردي إيزدي من العراق، ويعيشان حاليا في مدينة توتغات في ألمانيا. فازت نادية مراد عام 2016 بجائزة سخاروف، وهي أرقى جائزة أوروبية في مجال حقوق الإنسان، وفي عام 2018 فازت بجائزة نوبل للسلام، مناصفة مع الطبيب الكونغولي دينس موكويجي لجهودهما في إيقاف استخدام العنف الجنسي سلاحاً في الحروب والصراعات المسلحة.